ففي رمضان كذلك اللي تلاحظوا قبل من رمضان واثناء رمضان وهو الناس تيمشيو تيشريو البلاستيك بزاف، تيشريو البلاستيك باش يديروا اما الصفوف ديالهم اما الشباكيه اما مختلف الحلاوي. فاكثر من هذا في رمضان بان الدراري ما تياكلوش في الدار، وبالطبع بان تنديروا لهم الماكله في هذوك البلاستيك. فبالطبع بان البلاستيك فيه عده انواع، والبلاستيك ما خصناش نديروا فيه بتاتا المواد السخونه. اكثر من هذا ما نسخنوش في البلاستيك. والانسان اللي بغى يشري البلاستيك خاصو يقلب على الرمز واحد جوج ربعة وستة، بان ملي تتقلبوا البلاكه ديال البلاستيك تتلقاو في واحد ثلاثي في الداخل ديالو واحد الرقم، وهذاك الرقم كاين الرقم اللي ممنوع الدار فيه المواد الغذائيه وهو الرقم 3 و5 و7، بان هادو فيهم مواد مسرطنه وتؤثر سلبا على النظام الهرموني ديال ولادنا. فلهذا بان باش تحميوا راسكم وباش تحافظوا على وليداتكم بان ما تستعملوش المواد الغذائيه في هذا البلاستيك الغير الغذائي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.